سيداتي وسادتي أسعدتم أوقاتا وأهلا بكم بتغطية خاصة هذا البرنامج الأسبوعي من قناة الفلسطينية مباشرة نحن وإياكم بين قانونية الإضراب وعدمه والتلويح بالخصم من الراتب والتهديد بالتصعيد وكثرة الوعود بالاستجابة لمطالب الموظفين وتعطل المؤسسات الحكومية ومصالح المواطنين نتيجة تكرار الإضرابات طبق الازمه بين نقابه الوظيفه العموميه والحكومه مسلسل طويل لا احد يعرف نهايه هذا المسلسل بالتاكيد في برنامج تغطيه خاصه لهذا الاسبوع نرحب بالدكتور انور ابو عيشه وزير الثقافه بالحكومه اهلا بك دكتور بدايه وسنتوقف مع الزميل ثائر تويها ومع هذا التقرير تباينت وجهات النظر حول مدى التزام الموظفين العموميين بالاضراب الذي دعت له نقابه الوظيفه العموميه امس فالنقابه ترى ان نسبه الاضراب بلغت نحو 90% فيما ترى جهات اخرى ان عددا كبيرا من الموظفين لم يلبوا دعوه النقابه والتزموا بدوامهم يشار هنا الى ان الحكومه حذرت من مغبه تعطيل العمل في المؤسسات الحكوميه حيث ستضطر الى اعتبار كل من تغيب عن العمل بمثابه غياب بدون عذر يترتب عليه اجراءات اداريه تصل الى الخصم من الراتب الشهري الى ذلك قال بسام زكان رئيس نقابه العاملين في الوظيفه العموميه ان مجلس النقابه قرر اعلان الاضراب الشامل بعدم التوجه للعمل امس وذلك بسبب عدم استجابه الحكومه للمطالب المقدمه لها منذ اكثر من ثلاثه اشهر واغلاق باب الحوار ملوحا في ذات الوقت الى خطوات تصعيديه اخرى في قادم الايام وقال زكارنا ايضا ان اهم المطالب تطبيق التسعيره الرسميه للمواصلات والعمل الاضافي وعلاوه المخاطره للمهندسين والمهن الخطره ولحمايه المستهلك وعلاوه وزاره الماليه وديوان الرقابه وديوان الموظفين وعلاوه القدس ورفع اجور من هم دون درجه مدير وترقيات من مؤهلهم اقل من بكالوريوس وفتح الدرجات وادنى مربوط الدرجه بالإضافة لتعديل علاوة طبيعة العمل أسوة بالاتفاقيات مع النقابات الأخرى والتفرغ بالعمل للمهن المشابهة أو العلاوة لبرنامج تغطية خاصة ثائر تويها الفلسطينية إذا الخلاف قائم بين نقابة الوظيفة العمومية التي تمثل كافة الموظفين في القطاع العام وايضا مع الحكومه ما بين شد وايضا هناك تقديم لربما لعدد كبير من النقاط التي تقدمت بها الحكومه لصالح الموظفين ليس فقط في هذه الحكومه وانما في الحكومات السابقه ولكن تبقى لربما كثره الوعود لنقابه الوظيفه العموميه وايضا الموظفين بعيده عن التنفيذ والسبب الدائم هو الازمه الماليه والوضع الاقتصادي والمرحله السياسيه التي تمر بها البلاد مره اخرى اهلا بك يا دكتور انور ابو عيش وزير الثقافه وايضا حضرتك استاذ القانون بجامعه القدس هل الاضرابات من وجهه النظر القانونيه هي تحت طائله المسؤوليه لنقابه الوظيفه العموميه أي بمعنى هي قانونيه مساء الخير لك والمشاهدات والمشاهدين، بالنسبه لموضوع الاضراب هل هو قانوني او غير قانوني، اسمح لي ان امهد بان الاضراب هو حق مقدس والاضراب هو من حقوق العمال والموظفين، وهو حق اكتسبته الاف يعني سقط من اجله عشرات الاف القتلى في اوروبا لنيل حقوق العمال. بالتاكيد ان الاضراب حق المشروع ومنصوص عليه في في القانون الاساسي ولا احد يستطيع انكار ان هذا ولا يستطيع احد انكار اذا انغلبك تحط المايك حتى على الهواء يعني حاضر ومنها مصر. معرفه لحضرتك يعني بارك فيك اهلا وسهلا فيك مش عارف كيف اصلا على كل الاحوال بمسكه بايدي مش مشكله يا ريت حد من الزملاء على كل الاحوال يعني حضرتك ذكرت انه هذا الموضوع قانوني وكفلته كافه القوانين والشرائع مش مش هيك بالضبط مش هيك بالضبط نعم. لا 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 لممارسه هذا الحق المقدس هناك اجراءات ويجب تطبيق القانون لكي يكون هذا الاضراب شرعي ومشروع هناك متطلبات نعم اولا يجب ان يكون هذا الاضراب مقرر من أكثر من نصف الموظفين وبالمناسبة نقابة الموظفين لا تمثل كل الموظفين الفلسطينيين تعداد أعضاء هذه النقابة التي تهدد بالإضراب والتصعيد نعم. حوالي سبعة إلى ثمان ألاف موظف لأن هناك نقابات موظفين عديدة منها نقابات الأطباء ونقابات المهندسين وهي لا تمثل أصلا كل الموظفين حق الإضراب في قانون الخدمة المدنية لا يوجد أحكام له ولذلك صدر مرسوم رئاسي في عام 2008 الف... بتطبيق ما ورد في قانون العمل على هذا ال... على إضرابات الموظفين في ال... في الوظيفة العمومية الآن من أهم شروطه انه يجب ان يكون هناك استفتاء للموظفين ويجب ان يوافق على هذا الاضراب اكثر من نصف الموظفين. نعم. وثانيا يجب التنبيه لمده اسبوعين على الاقل قبل القيام بالاضراب وفي معظم دول العالم قبل باربع اسابيع في في القوانين الاداريه وفيما يتعلق بالموظفين. لذلك لذلك هو مش قانوني قضيه ال... نعم الاضراب اللي حصل عايز. بالامس يعني غير خلال... قانوني. غير نعم. قانوني غير شرعي لا يجوز أن يكون هناك إضراب مفاجئ أه. أه وأكثر من ذلك تنص كل القوانين في كل العالم على أنه إذا كان الخصومة بين رب العمل والعامل أو الحكومة والموظفين قيد الدرس وفي موضوع ويبحث فيها يجب أن يتوقف الإضراب الان الموضوع الاهم يمكن اذا بدك نحكي فيه على طول نعم اللي هو موضوع الاجر الحكومه الحقيقه ما بتهدد انها تخصم او ما تخصمش الحكومه يجب ان تطبق القوانين نعم الحكومه يجب ان تطبق القوانين طب انا راح اتحدث عن موضوع انه طيب. الخصم او ما شابه ذلك لانه حسب النسبه ذكروا بانها النسبه عاليه التزمت في الاضراب حسب المصادر الاعلاميه وايضا يعني لربما بعد قليل سيكون معنا أعضاء من نقابة الوظيفة العمومية عبر الهاتف وأيضا رئيس النقابة إذا تمكن سيكون معنا عبر الهاتف الحديث بعود بذكر بأنه الإضراب هو حق في توكفة القوانين للعاملين والموظفين ولكن يجب أن يتبع خطوات قبل اتخاذ هذا الإضراب بإعلان قبل ثلاث أسابيع أو كما ذكرت حضرتك حتى يكون بالتأكيد قانوني هذا الإضراب ولكن سيد أبو عيشة المطالب التي يقوم بها الوظيفة العمومية سيد أبو عيشة نعم. نعم بالنسبة للمطالب نعم. من قبل حتى نعطي الموضوع حقه يجب ان اتحدث في موضوع الاضراب، يعني آه هذا الاضراب له اخلاق كمان، اخلاق اضرابيه، اخلاق نقابيه، النقابه هي شريك اجتماعي، آه اعضاء النقابه وانا وانت آه وكل المواطنين اخوه وابناء عم وابناء شعب واحد ومصلحتنا واحده، آه ولذلك آه انا اعتقد انه يجب ان نتحدث اكثر في موضوع الاضراب، بالنسبه لمطالب الموظفين يعني اذا كان بالامكان انه الموبايل يا ريت حضرتك تعطي للمرافقين او انه ممكن يعني بتصور انه حتى لو كان رئيس الوزراء بده حضرتك بتصور انه هو شايفك على الهواء يا اخي يا اخي والله طفيت آسف على هذا النسيان يعني <applause> نعم يعني طيب بنعود للقانونيه الاضراب او مش الاضراب الحكومه راح تخصم على الموظفين ولا ما راح تخصم على الموظفين لا ما هو الموضوع مش مش بهالحديه انا م -م. بدي احكي في موضوع هذا الخصم وعدم الخصم يلا اولا حاضر شكرا آه طبعاً. آه اولا وقبل كل شيء لا يوجد دوله في العالم م -م. لا يوجد دوله في العالم آه لا تخصم عن الغياب عن العمل في كل الاضرابات نعم. بل وحتى تمنع الاضرابات م -م. وحتى آه مبدا الاضراب وجد مع مبدا قانوني آه اساسي وهو انه لا اجر بدون عمل لا. وحتى في كل الأديان لا أجر بدون عمل بل وأزيد على ذلك بأنه حرام صحيح. أن يدفع الإنسان أجر لإنسان لم يعمل لا. ونستطيع أن نسأل كل شيوخ والمفتين أكيد. ولذلك لا أحد يقبل أن ترتكب هذه الحكومة الحرام حرام أن ندفع مهم. لأي شخص كان أي أجر بدون عمل هذا في حالة حتى نوضح يعني ما يصير في من خلال حديثك أنه حدا يتم تأويل حديثك بشكل خاطئ هذا الحديث إذا كان فعلاً الاضراب كما حصل بشكل مفاجئ اما اذا كان لا مفاجئ ولا غير مفاجئ لا 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 اول كما شئت لا 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 اخي العزيز مش انا اللي مفاجئ أول يا ولا غير مفاجئ. دكتور القضيه انت القانون بكفل حق الاضراب حسب القانون وفي القانون نعم. حق الاضراب يقابل عدم العمل عدم دفع الاجر حتى في حاله كان شرعيا طيب ممكن يطالبوا بمطالبهم الموظفين مليون اذا اعطوا مجال <applause> شهر وشهرين وثلاث وحوار لا انا بحديث بتحدث وفق الواقع اللي بتحدث فيه انا انا بمثل قضيه انه هناك كثير من التساؤلات اللي عم تثار عبر وسائل الاعلام واللي من خلالك رح توضح لنا اياها بشكل كامل وحضرتك عم تمثل الحكومه حتى يفهم المشاهد يعني انا عضو من اعضاء الحكومه ومتضامن معها بشكل كامل نعم انا انا اللي بقول لك انه حتى عندما يكون الاضراب مشروعا لا اجرى بدون عمل في كل دول العالم وان يكون غير مشروع وغير شرعي لا. هذا ايضا يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار في هذا الموضوع على كل الاحوال انا اللي بقوله في هذا الموضوع طبعاً. انه يجب ان نطبق القانون لا اجراء بدون عمل بالاصل نعم. هذا المبدا ولد مع الحق في الاضراب صحيح. الان كيف يمكن ان يطالبوا بحقوقهم نعم. النقابه هي اول شريك اجتماعي سواء في النقابات العاملين او الموظفين او النقابات المهنيه مثلا نعم. نقابات الصيادله او الاطباء نعم. هناك عده طرق ومن اهمها التفاوض والمطالبه بعرائض من اهم تواصل المطالبه بالحقوق <applause> اخر ما يلجا اليه اي انسان في مطالبه اي جسم عمالي او بعد انسداد كافه الافاق ممكن انه يلجا للاضراب اخر وسيله يلجا اليها دائما في <applause> هذا نعم. نعم نعم الان انتقل وارحب بالسيد بسام زكرني رئيس نقابه الوظيفه العموميه اهلا بك عبر الهاتف سيد بسام اهلا بك اخي خادر وتحيه للدكتور انور ابو عيش اهلا وسهلا فيك لربما استمعت لحديث الدكتور انور ابو عيش هو يتحدث بواقعيه تماما ووفق القانون بانه لا يمكن لاي نقابه يعني فرض مره انه تتوجه للاضراب في ظل حوار في ظل ايضا بان النقابه هي شريك مع الحكومه وبالتاكيد ما حصل بالامس خارج عن القانون وفق التصريحات أولاً أشكر بشكر الدكتور أنه يعني يستخدم لغة القانون يعني والقانون الشرعي والقانون والمجلس التشريعي وهذا شيء مهم لأنه صراحة الخلاف في البلد وخاصة مع الحكومة اللي هو موضوع القانون نعم فالجهة الوحيدة التي تستهتر في القانون خلال السنوات السابقة ولا تحترم إطلاقا ولا تحترم حتى محكمة العدل العليا اللي هي الحكومة نحن جاهزين أن يكون المرجع بيننا وبين الحكومة القانون واللغة التي يتحدث بها الدكتور أنور أبو عيش نعمل أنه يفتح حوار ويكون عندنا أعضاء التشريع أخي هذا وإنتو السلطة الرابعة تراقبوا إحنا تحت القانون وبشحطين كمان لأنه تعرف الظرف الفلسطيني والظروف الاقتصادية هلأ لو تتحدث للدكتور بتقول له أنه في عندك قرار من المجلس مجلس الوزراء بدفع علاوي للمهندسين او للموظفين بقول لك اعمل امكانات طيب بتقول له ساعات اضافيه للي بده يعمل حتى مثلا بالتلفزيون او في اثناء الثلج بضل السائق للصبح معلش بقول لك يا والله انا ما بقدر طيب اذا غاب القانون لانه تغيب على العمل يعني أنا أتمنى أن يكون القانون وخلينا بدون ما يعني نسمع منهم إنه والله الإضراب ولازم هيك هذه النظرية إحنا جاهزينها تحت القانون إذا بيحكي فيه ما بده خطه وهو خبير إحنا لا. جاهزين لأي شيء قانوني لهذا السبب ال 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 الإضراب للمعلمين ما قبل الأسبوع إضراب المهندسين قبل فترة طيب ما عندكم نكبة يعني عندك نقيب المحامين وعندك نقيب الأطباء أضرب قبل ما يجي الدكتور جواد عواد وزير الصحة أخي خضر واللي دخل مجلس الوزراء 72 يوم دفعوا له اياهن طب قبل اسبوع اضربت النقابات الاخرى دفعوا لهم اياهن ايش معنى اليوم نطلع انه بطلنا ندفع لكم اجار هيك وبطلنا ندفع لكم هذا مش صح اذا بدكم يا قانون القانون احنا اضربنا مع حكومة العاشره وكانوا يقعدوا في في الوزراء اللي هلا وزراء واضربنا وما طلبوش المجلس التشريعي اقر الاضراب حق والاضراب بالامتناع التوجه عن العمل واقروا يا سيدي اذا في شيء بدنا نتفق عليه بنقعد بنعمل لكل النقابات مش هاي النقابه بس اضرب يوم بعد ما حكناش احنا كنقابه نضرب يوم بعد ست سنين اخي قدر وانت دائما كنت تعمل مقابلات بنفس المطالب حتى انت حفظتها طبعا يعني انا من ثلاث سنين بكل اخر شيء الدكتور انور ابو عشي وبتعرف الدكتور الجديد على دخل الوزاره بقول لك انه يعني اخر شيء بيضرب والله يا هي دكتور هي مش مضربين خلصنا الثلاثه ويا سيدي اقول لك بدنا ندفع لكم عنه واحنا اعطيناكم 80 مليون هذيك المره غلاء المعيشه وبدنا نرد ندفع لكم بس تعالوا اقعدوا امام الناس وما تخلوا المواطن يعاني وبالاخير نصير نحكي بالقانون حرفيا طب القصد لا لا القصد, القصد. معكم سيد بسام مع الظروف سيد بسام الصعبة. اذا القصد انه انه في تعامل بمكيالين للحكومه يعني النقابه الفلانيه مثلا عم نعطيها حقوق والنقابه مثلا الوظيفه العموميه لا مباشره يعني في هجوم عليها هذا القصد القصد انه مش مش مشكله اللي يعطوه يخلف عليهم اذا بيعطوا نقاب وما يعطوناش ما عندناش مشكله القصه القانون اذا قانون الاضراب ممنوع طيب ليش اعطي ليش اضرب ال... الاخوان المعلمين او المهندسين وما مخصم يا دكتور هلا اليوم افتنيت طيب ما احنا كل الاضرابات تبعونا احنا نفسنا إيه ما نخصموش ومتفقين مع كل الحكومات يعني فيه إشي في شيء جديد فطنونه الحكومه فاذا في كمان اذا هذا نص قانوني احنا جاهزين للاجتماع وان نضع قانون الاضراب مع بعض واحنا جهزناه مع وزاره العمل قانون الاضراب وقانون العمل النقابي جاهزين ان تم الاتفاقيه دكتور دكتور انور رايك بهالحديث يعني حدث. حدث. اذا كان نقابه لا لا خليك ما راح اعود لك سيد بسام اذا كان هناك دخلت اضرابات مثلا القطاع الصحي الاضرابات للمهندسين واستمر فتره طويله وايضا الاضراب اللي خاضته خاضوا المعلمين لماذا الان فقط نقابه الوظيفه العموميه عندما اعلنت الاضراب تماما كان هناك قرار بخصم الراتب لمن لا يلتزم بالدوام لأن هناك تراكمات عديدة أمام هذه الحكومة التي أنا جزء منها والتي أتمنى أن تكون حكومة إصلاحات جذرية إن شاء الله. بدأنا بإصلاح جذري في موضوع الأطباء لتوفير خدمة أفضل لكل مواطن ولكل موظف ويجب أن نستمر في إصلاحاتنا نعم. حتى الآن لأسباب عديدة منها أسباب توازنات سياسية وأسباب الكل يعرفها أسباب عامة لم يتم تطبيق هذا القانون نعم. ان الاوان لكي يطبق القانون على الجميع وعلى كل الاحوال النصوص القانونيه الموجوده يكملها دائما المبادئ العامه في القانون نعم. ومن اهم المبادئ العامه في القانون والمطبقه في كل دول العالم سوى انها لم تطبق في فلسطين حتى الان ولكنها أكرر مطبقة في كل دول العالم بلا استثناء إلا في فلسطين أنا الآن سيدي أنا أتحدث كثير من الوزراء لربما توضح لنا حضرتك الموضوع أنه دائما حق. عم نقارن حالنا في دول من العالم، نحن لا الآن لسنا لسنا نصل إلى الدولة ونحن حكومة وقيادة وسلطة ومنظمة ونقابات وشعب تحت الاحتلال. ينمو حتى يتكون له دولة كل الجهود تبذل يعني من خلال المفاوضات من خلال الجهود المجتمع الدولي كيف يتم مقارنة ما بين الدول ونحن ما زلنا يعني لا نعلم كيف نأتي بالرواتب إذا توقفت المساعدات بطبيعة الحال هذا مأخوذ بعين الاعتبار ولكن ألسنا بصدد بناء دولة ودولة قانون نعم أنا يطالب الجميع بدولة قانون ذكرت أنه عم نأسس بالتأكيد نعم ولذلك يجب أن تفضل يجب علينا ان نطبق كل المبادئ القانونيه بالتدريج حتى نصل الى الى دوله قانون نعم. مثل الدول المتطوره تقنيا وفنيا لو اخذ كل الدول الاوروبيه يخصم الاجر عن كل من تغيب نعم. نحن وضعنا لاسباب سياسيه مختلفه لم نطبق لكن يجب ان تطبق كل القوانين الديمقراطيه والتي تكفل الحريات الديمقراطيه وتمنع الدكتاتوريات النقابيه وتسمح بتعدد النقابات يجب ان نطبقها بالتدريج هناك عندنا في موضوع النقابات ايضا يجب ان يكون نعم. هناك اصلاح جذري لانه يجب ان تكون هناك حريه تشكيل النقابات بمعنى الحكومه أنت... الحكومه عم ترى سيد الوزير انه في مزايده من النقابات إنه عم بتزيدها يعني وشايفين الوضع انه صعب الافاق السياسيه يعني اوضاعها خطيره جدا كل ما يتعرض احتلال كما ذكرنا موجود يعني في قضيه انه كثره المطالبات عم ترهق الحكومه في ظل ايضا عجز لدى الحكومه مالي طبعا الحقيقه يمكن ما استخدمناش كلمه مزايده بقدر ما احنا بنستخدم كلمه شرعي وكلمه مشروع مه. كلمه مشروع بمعنى انه يجب دائما اخذ المصلحه العامه بعين الاعتبار المصلحة العامة تعني أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار مثلا نعم. وجود عشرات الألاف على العاطلين عن العمل صحيح. مثلا التزامات الحكومة باتجاهات كل الحالات الاجتماعية بالإيفاء بالالتزامات الاجتماعية نعم الأسر المحتاجة صحيح. أه يعني أريد أن أقول شيء هنا الحكومة هي كرب البيت عندما يكون دخله محدود 100 دينار مثلا هو مجبر على ان يفكر في ماذا كم يخصص للصحه كم يخصص للتعليم كم يخصص للبنيه التحتيه وهكذا دواليك نعم بالتاكيد اننا نحن في ازمه ماليه والمصلحه الوطنيه تتطلب ان نكون حكماء نعم. وكل تحديد الفتره الحاليه يعني في تحديد وفترة الاولويات نعم. صحيح. في تحديد الاولويات لان صحيح. تحديد الاولويات صعب جدا نعم سيد بسام راح اعود لك ولكن بدي انت ما بتتاخر بامكان المشاهدين انه يتواصلوا معنا بهذا الحوار والموظفين أيضا على الأرقام التي ستظهر تباعا على الشاشة ويشاركونا في هذا الحوار عدنان مساء الخير مساء الخير صديقي خضر كيفك أهلا وسهلا فيك طبعا مساء الخير لأخونا بسام وأيضا الدكتور الوزير حاب احكي بس بنقاط سريعه جدا يعني مع احترامي لكل الوزراء اللي بيطلعوا او الجهات المسؤوله اللي بتطلع وبتحكي على الهواء مباشره نعم. طبعا بمقارنتنا مع الدول ومقارنتنا مع العالم الخارجي والوضع والوضع والدور بس حاب احكي للدكتور انه ربع شيء طبعا ببساطه وبتاني اولا قبل ان ندخل الى موضوع الاضرابات اود ان اكون طبعا عن طريق عبر شاشتك اخي خضر بتوجيه لسياده الرئيس طبعا بخصوص اضراب الامر وهي قضيه اللاجئين وهي قضيه سياسيه ولغايه الان لم يكون اي تحرك رسمي بالفعل من الرئاسه الفلسطينيه وهذا شيء نأسف عليه وانا اتكلم عدنان المسيمي من مخيم بلاطه لا. كلاجئ فلسطيني ولا اي قرار من السلطه الوطنيه الفلسطينيه اين الرئاسه باتخاذ هذا القرار السياسي اثنين احب وجه طبعا لكل المسؤولين نحن احنا بنحكي عن عمليه الاضرابات وعن الوضع يا أخي الرئاسي مليون مرة لما راحت الحكومة السابقة بتاعت سلام فياض وأجت حكومة الدكتور رامي الحمد الله مع احترامي للوزراء مع احترام الناس المسؤولين يا أخي قضية التقشف وينها لما بكون موكب وزير بدخل موكب وزير 15 20 25 سياره كل سياره فيها 10 15 حرس كل يعني هذه تقدر تعمل فيها عمليه تقشف نقدر نحد من امورنا وبنتمنى ان شاء الله احنا الوحده الوطنيه وان شاء الله انه بنكون طبعا ورا خلف القياده ونحقق النصر والقدس ان شاء الله عاصمتنا ان شاء الله شكرا, شكراً لوجهه نظرك اكيد راح نسمع الاجابه من السيد الوزير بالنسبه لقضيه الانروا وبتصور ان الحكومه بذلت جهد كبير رئاسه الحكومه واعضاء في الحكومه للاجتماع مع اداره الانروا ولكن يعني لربما خلال الساعات القادمه كما علمنا بانه يكون هناك قرار أو نتيجة لإنهاء ما يحصل في المخيمات في الضفة الغربية وما شاهدوا التصعيد الكبير في مخيم الأمعري وأيضا مخيم الجلزون وكان هناك إصابات من الطرفين يعني القوات الأجهزة الأمنية انصاب منها 49 عنصر وأكثر من 40 أيضا في الجلزون تحديدا وإغلاق الطرق وإشعال الإطارات على كل أحوال سيد بسام زكارني سيد الوزير هو واضح جدا عم بتحدثوا عن وضع صعب جدا وهناك شراكة وبناء لمؤسسات الدولة ويعني أن النقابات عليها أن تراعي الظروف وتشارك الحكومة في بناء هذه المؤسسات بالتاكيد هذه اللغه بداها الدكتور رامي ووزير الماليه ولجنه الحوار وقلنا نحن شركاء وجاهزين ان نكون يعني السيف ليس سيف مسلط على القياده وانما سيف بيدها لمواجهه هذا الابتزاز لكن ما يحدث اخي خضر والتنظير بهذه الصوره يعني المواطن لو مهما حكيت بيعرف يعني تصور انت شعور الحكومه مع المواطن على العمل يعني انا شفت الموازنه امبارح كنا في التشريع اربع ساعات نناقش ولا اي ملاحظه للعامل على العمل اي العاطل على العمل الضرائب الخمسه الخمسه شيكل صارت 500 شيكل وفيش اي خدمات للمواطن فبالتالي الحديث بهذه الطريقه عن المواطن والقانون والشفافيه وتطبيق القانون نعم. تخيل ان الحكومه الحاليه بالفتره القصيره طبقت ودمرت ما لم تستطيع الحكومة السابقة خلال الفترة كلها تسع سنين فالدكتور بيقول لك انه احنا القانون طيب بدي احكي شغله عن الموازنه كيف انت دفعت يا دكتور 100% علاوه للاطباء دون ما انه يكون اقرار في الموازنه ورفضت تدفع 10% للمعلمين قلت لانه بدي مصادقه سياده الرئيس لانه هاي مش مدرجه في الموازنه احنا هذا الطريقه بالحديث انه انا والله يعني هيك القانون احنا وياكم تحت القانون فانا بتمنى هلا خلصنا من القانون القضيه هو القضيه دكتور انور واضح جدا او الحكومه عم تتحدث عن وضع صعب جدا اقتصادي ولكن هي لا تنكر هذه المطالب للموظفين ولكن عم تتحدث لربما عن وضع تقشف للجميع هل الحكومه انا بدي أجاب بدي بس اجابه سريعه من خلال سيد بس زكرني هذا عمليه التقشف تلتزم فيه الحكومه ولا بس مطلوب من النقابات والمواطنين بدي اعطيك اللي بدي اعطيك المعلومه اللي, المعلوم اللي حكاها اخونا ماهر شلبي على عندكم نعم. تخيل وزير اجى على اثاثه قبل شهر فرش اثاث 200 الف شيكل وممنوع يعطي ساعات اضافيه لسائقين معدات الثقيله بوزاره الاشغال اللي سهروا طول الليل على ايام التلفيل رحت حلوة انا حلوة. انا شخصيا وانا بشتغل بالاشغال طيب. اخذت لهم كعك ملكي مش عندهم حتى اكل ياكلوا طول الليل فاذا بتقول لهم الاثاث للوزير اجى نفس اليوم بدون بدون امر يعني بدون امر من اللوازم وبتجيبه يا أخي يا خضر احنا بدنا نحكي والله بنجيب خبراء ونجيب لك امين إنو القصد من اللي ذكرته حضرتك انه وزير دخل على مكتب وزير سابق وما عجبوش العفش غيره ب 200 شكل بتبقى يعني طيب جيفر. هذا هذا يعني مش موضوع بتبقى القضيه بتبقى الحوار يعني مم. القصد هو هل نحن في مرحله تقشف ما تدعو اليه الحكومه والالتزام ولبناء ومواجهه لا. ما ما تتعرض له سواء يعني آآ آآ داخليا او خارجيا القضيه الفلسطينيه اخي قدر ونكون واضحين بشكل واضح الشارع الفلسطيني بيسمع الكلام المنمق الان الشارع بحاله انفجار شافوه في المخيمات وشافوه قبل مع الحكومه السابقه وشافوه معنا وراح يشوفوه الاسبوع القادم يا اخي ما الحكومه جزء من الشعب الحكومه جزء من الشعب كمان لا 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 لا, لا, ف... لا اسمع معني طلع الشارع اللي جزء من الشعب بيشارك الشعب انا بحكي لك هي إيه الموازنه بتعدها الحكومة بتنفذها الحكومة إذا بيحكي في القانون الدكتور لا إمكانية لتطبيق قانون الشعب إن اللي بعده الحكومة وتنفذه هذا يجب أن طبع. يعد مع أعضاء المجلس التشريعي مش موجودين في أعضاء تشريعي بكره بعدين الحكومة بتروح تنفذ وإحنا سنحترمها سيد وزير شو رأيك بالحديث وأيضا ربما آه. ربما تعقب على اتصال المواطن عدنان من بلاطة سيد بس يعني معي الحقيقة بدي أعقب على الكلام كله نعم. إنه أنا آمل إنه يكون الهدف من الحوار هو ان نفهم بعضنا وان يكون بناء أكيد. وارفض اسلوب الاساليب التجريحيه انا انا عمري ما شفت وزير داخل على مكانه مع 15 ولا 20 سياره انا في معظم الاحيان بسوق سيارتي بنفسي وانا ارى في زملائي تواضع كامل وهناك بعض الوزراء هو آه بعض الوزراء فعلا نحن عم نشاهد كمواطنين كثير من الوزراء عم بيسوقوا سياراتهم شخصيا يعني ومش هذا الموضوع الاساسي أه. ولذلك يعني ارجو انه نترفع عن قصه اثاث مكتب لوزير هو ذكرها بالنسبه مهم. للتقشف يعني التقشف, التقشف. نعم, يوجد القصد. التقشف. نعم, نعم يوجد تقشف نعم يوجد تقشف بالتاكيد أه. أه. على كل الاحوال الواضح هون انه هالانتقائيه في الـ في الـ في المقارنات أه اللي بدوله اول شيء أه انه احنا بالنسبه لوكاله الغوث اعتقد ان الحكومة فعلت الكثير فيما يتعلق بالاضراب لعمال وكالة الغوث، لست على علم بالتفاصيل لكن اعلم جيدا بان الحكومة تبذل جهودا حثيثة لكي يتحسن هذا الوضع ولكي ينتهي هذا الاضراب بعداله وانصاف للعاملين بوكالة الغوث، والحكومة هي حكومة الرئيس وهي التي تعمل باوامر الرئيس وهذا يعني ان الرئيس يتابع هذا الموضوع ويتدخل في هذا الموضوع. ولكن افهم بان الاخوان في وكاله الغوث وال... وكافه الاخوان اللي عندهم قضايا ومطالب ان يتمنوا ان يكون كل المسؤولين يتدخلوا في هذه القضايا للانصاف المواضيع عديده اللي طرحت اكرر انه بالمجمل نحن أن في هذه الحكومه يجب علينا ان نقوم باصلاحات جذريه نعم. جريئه هذه الاصلاحات الجذريه الجزئيه الجريئه نعم. آه آه نحن نعلم بانها باننا نجريها في ظروف صعبه جدا آه سياسيا واقتصاديا آه ولكن يجب أن, ان نواجه هذا التحدي وان نقوم بها طيب سيد وزير آه عفوا أعتقد... المقاطعه عفوا مقاطعة قضيه المنح آه 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 مثلا اطباء 100% نعم. نعم. اذا هذه اللي آه فيه. يعني مثلا هو عم ذكر سيد بزام ذكرنا او الكثير انه ليه نقابه او الاطباء او القطاع الصحي مباشره تم اتخاذ القرار بالمقابل المعلمين اتوجهوا للقضاء الحكومه والمحكمه العليا وانه غير قانوني وبعد ذلك تم يعني لربما صرف لهم شا شا يعني امور بسيطه جدا يجب ان نوضح هذه القضيه فورا فضل. وبطريقه بسيطه لرجل فضل. الشارع فضل. اولا هذه قضيه قضايا مشابهه في كل دول العالم مره ثانيه يعني قضيه واضحه إيه ما هي القضيه؟ هي أن الأطباء يعملون في المستشفيات وفي العيادات العامة صباحا وبعد ذلك يعملون في عيادات خاصة الإصلاح الجذري هو أن مقابل منعهم من العمل في عيادات خاصة والتزامهم بالعمل هؤلاء الأطباء المختصون والذين نعم. يستطيعون أن يعملون في عياداتهم الخاصة أخذوا ميزات تعوض عن عملهم في العيادة في العيادات الخاصة وهذا أعتقد أنه يحسن مستوى الاداء لدى الاطباء الجميع رحب بذلك سيد الوزير بهذا القرار طيب بالتأكيد. إذن يعني هذا سينطبق مثلا رح نمنع المهندسين من العمل في وظائف اخرى او الموظفين بشكل عام بوظائف اخرى سيتم منحهم ما منح فيه الاطباء او الممرضين او القطاع الصحي انا اعتقد انه لكل قطاع من القطاعات وضعه الخاص وبالتاكيد سيدرس الموضوع معهم وسيسمع لاقتراحاتهم <سؤال> لأنه سمعنا عفوا المقاطعة لأنه سمعنا إنه الحكومة تتجه نحو تشديد فعلا ومنع أي موظف يعمل في القطاع العام أن يعمل في شيء خاص أو حتى يعني يستثمر في أي شيء يعني آخر يعني هذا الاتجاه العام هو كمان هو أحد الاتجاهات لتقليل من البطالة وقانون قانون موجود منذ تاسيس هذه نعم. الحكومه مش هذه الحكومه نعم. في صحيح. اي سنوات سابقه يعني صحيح نعم. صحيح منذ البدايه نعم. ولذلك هو قانون ما سنقوم به هو سيؤدي ايضا باذن الله الى التقليل من البطاله لا يجوز ان يكون هناك شخص يقوم بعملين في حين ان هناك عشرات الالاف ليس لديهم فرصه العمل نعم بالتشاور مع هذه الفئات المهنيه سنقوم بتعديل نعم. ظروف عملها وهدفنا دائما هو التقليل من البطالة وتحسين إداء أصحاب هذه المهن في خدمة المواطن ورجع الشارع نعم. وسنقوم بهذا في كافة المجالات تخذ القرار سيد الوزير بالنسبة لعمل القطاع العام والقطاع الخاص بمعنى من يعمل في القطاع العام لا يجوز له أن يعمل في أي عمل آخر يعني أو, أو سيتم اتخاذ فعلا اجراءات يعني اتخذت من الاعلان ام هو الان مطروح يعني على جدول اعمال الحكومه لا هو قانون والحكومه تحاول ان تطبق هذا القانون وسنقوم بتطبيقه بالتدريج وكل الموظفين يعلمون بانه وهذا منصوص نصا عليه في قانون ما خايف الحكومه يصير في نوع من الضغط عليها انه يعني كثير من الموظفين بيقولوا الراتب يا دوب اول خمسة ايام او 10 ايام عم نشتغل شغل ثاني ويا دوب عارفين نعيش يا اخي اذا 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 قلت البطاله واذا حصل هناك تنميه اقتصاديه لا شيء نعم. يمنع لا شيء يمنع من زياده الموظفين ومعاشاتهم كله يتوقف على النمو الاقتصادي ويتوقف ايضا على تحسن الاوضاع السياسيه نعم. وبالتاكيد انه اذا الحكومه يعني ما فيش لا رئيس وزراء ولا وزير بجيب المصاري من دار ابوه نعم. واضح انه هي اموال الشعب نعم. وبمجرد ان يكون هناك امكانيه لتحسين اكثر الاوضاع الموظفين بالتاكيد لا. الحكومه هذا واجبها لكن حتى ما دام الحكومه القضي... سأنتقل الى الاتصال ولكن قبل ان انتقل الى الاتصال محمد لربما السؤالي أو سؤالي او سؤال الموظفين لماذا لا تقوم الحكومه بتطبيق التسعير الرسميه للمواصلات والعمل الاضافي علاوه المخاطر للمهندسين المهن الخطره وحمايه المستهلك علاوه وزاره الماليه ديوان الرقابه ديوان الموظفين علاوة القدس رفع الأجور الدرجات يعني سأناقش معك سيد الوزير هذه مين النقاط مين ما بطبقهاش لا لا الزيادة المطالبة في الزيادة مطبقة بس بدهم زيادة عليها يعني الزيادة هو حتى نعالج أصلا الخلل الموجود ممكن أنا أتحدث في زيادة وأنا بعطيك مثال فوري على هذا الموضوع يعني مثلا علاوة المواصلات هناك الكثير من الناس يأخذون علاوات مواصلات لأنهم كانوا يسكنون في أماكن بعيدة والان اصبحوا يسكنوا في أه أه رح يتخذ اجراءات أبنى. ضد هؤلاء يعني عم بسكن مثلا هو بياخذ مواصلات لا لا ما في ما احنا مش عم حاملين سيف نقول اجراءات ضد احنا مش اجراءات تنفيذ يعني للقانون نعم تنفيذ للقانون نعم, القانون. نعم, 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 تنفيذ القانون نعم موظف توظف كان ساكن مثلا في جنين الان سكن في رام الله عم بياخذ مثلا 800 شيكل او 1000 شيكل ستتعامل خلف شكل. ذلك 1500 شيكل 1500 او من الخليل او من القدس ستتعامل الحكومه باتجاه هؤلاء يجب ان يطبق هذا هذا بالتدريج على كل الموظفين لتطبيق القانون وإحقاقا للحق وللإنصاف للجميع نعم طيب نعم. آه 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 سننتقل إلى اتصال محمد مساء الخير أستاذ إلى كل ضيوفك الله يسعد مساك هذا المشاهدين في البداية أنا بدي في عندي يعني أنا لاجئ فلسطيني نعم وحابب أوجه بس سؤال الأستاذ بسام ذكرني تفضل انه عمالهم الكل بيحكي عن اضرابات وعن مصالح شخصيه وعن 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 هلا احنا بدنا نسال سؤال انه وين اولادنا اللي عاطلين من شهرين تقريبا عن المدارس صحيح بحكم الاضراب عن ال... اضراب وكتله وبنحكي كمان عن اضرابات حكوميه نعم اللاجئ الفلسطيني او الشعب الفلسطيني بشكل عام يعني مه. احنا وين كشعب؟ لانه طالما مع الوزير بيحكي انه الشعب والحكومه هم اصلا يعني ال... الحكومه من الشعب اكيد يعني الحكومه من الشعب مش مستورده الحكومه تفضل تمام، هلا أه. في هون سؤال بس بسام ذكرني، يعني خلينا نحكي بشكل عام قليل دائم خير من كثير منقطع. ليه دائما نحن بنحكي على زيادات لموظفي القطاع العام. مم. طب وين وين الناس اللي في البطالة؟ مم. وين دورهم؟ معالي الوزير بحكي إنه في مخصصات في وزارة الشؤون الاجتماعية ماشي بتحكي عنها إنه أنت بتزود الناس لا ما هو جديد. هو يمكن يكون التفسير حتى أوضح إنه كل شرائح او قطاع يجب ان يطالب يعني حتى يتحسن الوضع ولكن ان يكون وفق القانون وان يكون بالتاكيد مراعي للظروف اللي عم بتمر فيها الاراضي الفلسطينيه المحتله بنوافق انه احنا مش دوله نفطيه وبنوافق انه احنا مش دوله عندها اكتفاء ذاتي، ماشي، بس كمان على الحكومه مراعاه الشعب الفلسطيني لانه شعب عماله بجوع، عماله بوضع اقتصادي بنهار نعم. ما حدا بيطلع على حدا احنا بنحكي انه طب في عم انت عم انت وصفت نفسك انه انا كلاجئ فلسطيني انت ضد مطالب ايضا او مقام به اتحاد العاملين في وكاله غوث واللاجئين انا ضد انا ضد الاضراب وضد اي شيء لانه احنا عمالنا كل واحد بيحكي على مطالبه في علاوه راتبه واحنا عماله ملابه بيترموا في الشوارع صحيح اهالينا اللي معهم ضغط سكري عمالهم بيعانوا من الامراض المزمنه واذا جيت مولاد. انت تحكي للصحيح الجميع كما ذكرت قبل قليل وذكر ايضا ضيوف الكرام انه الجميع تحت الاحتلال اصبحنا نلتفت للقضايا الجزئيه الداخليه لا ولا نعلم ماذا يحصل في القدس وماذا يحصل في المسجد الأقصى وماذا يحصل بالأرض الفلسطينية التي تسرق يوميا من الاحتلال الإسرائيلي يعني موكب لرئيس الوزراء أوقف مرتين في نفس النهار ولم يتحدث أحد بالمقابل كان هناك مباشرة يعني اعتذار لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري من وزير الجيش جيش الاحتلال الإسرائيلي مشي علون وبالمقابل ايضا يعني اساء للرئيس رئيس الشعب الفلسطيني ولم يتحدث اي احد تفضل يا سيدي هناك حكومه يعني مع احترام الشديد على الكلمه اللي نحن نائمون عما يحدث من ورانا لانه الكل عماله بس بنلتفت احنا لاضراب لعلاوه راتب وزي ما ذكرت انت استاذ خضر صفينا احنا ناسيين وفي في عندنا قضيه فلسطينيه ناسيين انه في قرارات شرعيه دوليه لازم نطالب فيها نعم. حق, العوده حق الارض المياه الامور هاي كلياتها التهينا بس في جلب الاموال وكيف احنا نصرفها على بعضنا علينا ان نحد احنا من كثره لا انا ولا, ولا انت ولا المشاهدين اوصلوا الوضع ل هذا الوضع شكرا لحضرتك محمد وبعود للسيد بسام ذكرنا اذا بقى معي على الهاتف معك نعم شو رايك بهالحديث؟ يعني انتم يعني بعض المشاهدين عم بيتحدثوا انه يا اخي يعني خلص مشوا هالامور على ما يتحسن الوضع، مش كل يومين ثلاثه طالعين في اضراب وانتم شايفين الوضع، ما هو كل يوم الحكومه من اول الشهر لاخر الشهر بضل تفكيرها 24 ساعه كيف ندبر هال هالمصاريف اللي اخر الشهر اذا دفعت الدوله الفلانيه واذا ما دفعتش المقاصه اسرائيل بصير في كارثه يعني بتنهار كل المؤسسات وشفنا يعني في السنوات السابقه شو بصير اخي خضر يعني انت يعني اذا كان الاخ يعني اكيد مش مطلع بس من حقه يطرح على إن الوزير اللي طالع لي في المرسيدس اللي حكى نص مليون دولار بصيح الوطن غالي الوطن غالي تحمله وهو طالع بلا. هذا الكلام صحيح احنا بنقول الموظف الان بيطالب بحقوقه الطبيعيه وهو نقاط الموظفين مختصه في تطبيق الموظف يعني احنا بنقدر نقول كمان بما انه الوطن يعني حياته يعني تارك احتلال، فيش داعي يكون في مستشفى، يا جماعه ليش يتعالج؟ ليش يكون في تعليم؟ خلاص في الوطن غالي، فهذا الكلام بدون ما نحكي فيه، التعليم اخي خضر اليوم لو حكيت انت في موضوع التعليم لا 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 خلاله يعني خلاله ذلك بانه يتم يتم, خلاله يتم خلاله اهمال خلاله التعليم خلاله والصحه خلاله انا لا يعني خدر. بتصور في حتى ما ذكروا ذلك يعني معلش معلش خليني اوصل لك هلا الكلام اللي بالحكي قاعد النقابات تدافع عن حقوقها بتعرف قديش كل موظف بعيل اسره يا اخ امجد أربعة اليوم لأن الحكومة ما بتعين، الحكومة بتكون عاطلين، احنا الآن على الهواء مباشرة، اخصم 10% للموظفين لصندوق العاطلين عن العمل ويدرجوا في الموازنة إنه كل عاطل يطلع له 1000 شيكل اللي, اللي بيفرضوا ضرائب. أنا, أنا نقابة نقاب الوظيفة العمومية نعم. احنا احنا للمخيمات ولا اي مجال من الباري للبداوي حتى اليرموك كل الموظفين فورا بكونوا المسيرات التبرع دائما بالقضايا الوطنيه في الامم المتحده في كل المواجهات صحيح. النقابات هي لقادة الثورة الفلسطينية لا. اتحاد المعلمين عندما تتحدث كل قادة الثورة الفلسطينية يا أستاذ أمجد منهم ليش معناه إذا إحنا بنقول بدنا رواتبنا إننا بنروحش نقاوم اثنين أولا إحنا عربدة المستوطنين مش وهذا الاعتداء على رئيس الوزراء مش يعني مرفوض منا بس إذا بتلاحظ أخي قدر أخبار كل يوم على الاخبار يعني انا بحكي لك انه شو هذا سكتوا عنا ما جابوش زي الخبر هذا فتعملوش انه قصه اذا رئيس وزراء هذا مواطن فلسطيني بده يوقف يعني عربده المستوطنين يعني انه مش هالقصه اللي عملوا عملو لي على, تلفزيون فلسطين اخبار م. اضراب لكل القطاعات وشو هذا في 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 وغيره في الى دقيقه بتصير الخبر الرئيس الوزراء يتعرض وسالوا عن هويته روح وصلت, وصلت كل يوم وصلت الصوره سيد بسام بس, بس انا الحكي. بدي اجابه يعني بتصور انه كثير عم نشاهد احنا كمان بتصور انه موضوع موضوع سياره المرسيدس انه وزير رقبها بنص مليون دولار او كذا وبتصور والله الرئيس ما معه شيء يعني سياره بنص مليون دولار اخي خدر. نعم. الوزير حكا يعني حكا هذا انا بعطيه وزراء اذا بده اسمي له اسمي له على الهواء اذا مسموح 16 مرافق معه يا زلمه بنروح على عزا عزا طب انت رايح على عزا روح السيارة يا ابن تفضل دكتور تفضل سيد الوزير تفضل لو سمحت يعني هذا مش اسلوب هذا يعني. سيد بسام سيد بسام خلينا نسمع يا اخي سيد الوزير لا تتحدث في اشخاص تفضل تفضل يعني مش اسلوب هذا للحديث نعم. انتقاد الشخص الفلاني او الشخص الفلاني كلنا يستطيع انتقاد الكثير انا ما ذكرت يعني حدا يا دكتور ما ذكرت لا ذكرت على كل الاحوال هذا يعني اسلوبك انا ارفضه وارفض التعامل معه أنا بتحدث في مبادئ قانونية، بتحدث في أفعال، بتحدث في أخلاق إضراب إذا شئت، بتحدث في الضرر اللي بيحصل يا دكتور؟ أنت, انت لرجل الشارع. انت دل رجل دل رجل الشارع، يا يا ريت خلينا نسمع أنا خلينا أجيل. نسمع أنا أجير أنا أجير عند الشعب وأنا أنت تمارس مجازر مجزرة بحق أهلنا في قطاع غزة، أنا. رواتبهم يا دكتور أنا أنت تتحدث عن القانون هذا الكلام يجب ان يسمع المشاهد، بدك تسمع يا الله لغتك. والله لغه تفضل دكتور تفضل دكتور الوزير تفضل حقيقة انه لغتك هذه لغة انا لا استطيع اجادة مثلها على كل الاحوال واعتبر انها فضل سلبية جدا تفضل سيد الوزير اي نعم انا نعم. انا افضل احاديث مبادئ نحن نتحدث عن اضراب نحن بنتحدث عن ضرر بمصلحة وطنية عليا، نتحدث عن ضرر في الاقتصاد الوطني، ولو اخذنا رقم صغير انا يعني موضوعين بدي احكيهم طبعاً. رقم صغير لو حطينا سبع ساعات في حوالي 7000 عامل عندك ألف ساعه عمل هدرت بدون اي فائده وهذه تك... تاتي اموالها من الضرائب التي يدفعها المواطن الفلسطيني والمساعدات التي تاتي لان المواطن الفلسطيني صامد وانا اريد ان اتحدث عن حادثه حصلت معي نعم. عندما نقابه الموظفين اعلنت في يوم من الايام عن اضراب اعتبارا من الساعه 12:30 لمساندة الشعب الفلسطيني في سوريا أو لمساندة الشعب السوري عفوا نعم. آه وكان هذا هذه المظاهرة في, في المنارة أنا ذهبت مع المتظاهرين الموظفين كان من وزارتي فقط 7% من الموظفين موجودين وكان عدد كل الموجودين في دوار المنارة حوالي 100 شخص وتوجهت لأحد المسؤولين كان موجود؟ معلش آه آه على كل الأحوال خليني, أكمل يا, خليني اكمل يا سيدي خليني دا اكمل دا. يا سيدي خليني اكمل يا سيدي لك ما حدش غيرك ااا خليني اكمل كان الموجود حوالي 150 الى 200 شخص والبقيه ذهبوا الى أو يا سيد بسام عفوا المقاطعه سيد وزير سيد بسام يعني مش معقول انه انا اقيم شخص وزير انه والله كان موجود في المظاهره ولا ما كانش موجود في مظاهره انه هذا عنده وطني او هذا مش عنده لا طبعاً وطني عم نتحدث ورد اصوب الحديث حول قانونية الاضراب ودور نقابة الوظيفة العمومية في مطالبها في مطالبها. الموظفين تدعي اجبر الموظفين. احنا يا سيد بسام احنا قضية مش داخلين على طوشة مع الحكومة، القضية في مطالب للموظفين، في مطالب للموظفين. يا ريت خلينا بس شوي يعني اجيد عودة للحوار بمعنى او باخر انسق الحوار. سيد بسام قضيه مش انه انت بتمثل قطاع من الموظفين في مطالب معينه مع الحكومه وانت يعني من الاشخاص اللي اجريت حوار كبير جدا ليس فقط مع هذه الحكومه والحكومه السابقه والتي سبقت ذلك قانونيه الاضراب هو مش داعي للحوار يعني انا بحكي لك احنا بدناش اضراب هلا فيش اضراب نعم. يا اخي انا بتحدى الوزير يا اخي بدي لجنه حوار وين لجنه الحوار شو دخل الاضراب هلا طيب. احكي عن قانون الاضراب طب سيد الوزير لماذا متوقف هم... الحوار هل, هل هم... هلو متوقف هم... هم... الحوار هم... 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 مع النقابه يعني انا مع احترامي للموضوع انت تصور انه اللي بيحكي عن ال... عن القانون الاضراب وزير ثقافي يزي... يا سيدي يا اخي يا قد ما بضبط انا بدي حوار ليش مش مواطن انا ورجس ليش؟ ممثل الحكومة وزير الثقافة أيضا وعضو في هذه الحكومة أيضا هو خبير في القانون طيب بيحكي عن المواصلات خ... اسمح لي أناقش شو اللي الاخطاء اللي قاعد بيحكي فيها، بيحكي بيضرب بالساعات بيحكي غلط، اعطيني اول افسر له يعني بدك تجيب حدا من ديوان الموظفين او الماليه يفسر اللي بيحكي فيه، شو المواصلات اللي سكن هون طيب احنا تناقشنا في في, في نقاط خلينا اسمع بس, بس سيد الوزير في نقاط, سيد سيد. فيه نقاط معينه بوقت البرنامج ليش يا اخ بسام اخ بسام يا ريت الزملاء يتعاونوا معي اخ بسام اخ بسام اخ بسام ذكرني بدي اناقش قضيه حتى نطلع في نتيجه من هالحوار قضية القانون في بالنسبة للاضراب مش اضراب وضحه السيد الوزير، اتحدث كمان عن بعض المطالب سيد الوزير في موضوع مثلا المواصلات، زيادتها، علاوة المخاطر وبعض المطالب اللي عم بيطالبوها الموظفين، متى ستتحقق في حين ان هناك دراسة ومشاورات وورشات عمل حتى يكون هناك اقرار لموازنة عام 2014؟ كل هذه المواضيع قيد الدراسة وتتحقق بالتدريج ضمن الامكانيات مهم. ووفقا للنظم القانونيه بس انا يعني الحقيقه مستاء من هذا التشويش في في الحديث النقيب الموظفين نعم. لانه انا اعتقد انه يجب ان تكون بوصلتنا حوار بناء مش محاوله تسجيل نقاط لانه كل منا يستطيع ان يسجل نقاط على الاخر وانا اعطيت امثله عمليه واذا كان بدنا نحكي في المشاكل يجب ان نطرحها على ابسط البحث وبطريقه افضل من هيك وبطريقه واضحه لرجل الشارع بكرر يجب علينا ان نطبق القانون وعندما يدعي اي انسان بانه يطبق القانون فلنضعه على الطاوله مثلا هل عندما يقرر الاضراب يتوجه الى الموظفين ويكون هناك استفتاء يوافق عليه اكثر من النصف بحسب نص القانون هل يخبر الجهات المعنيه وهنا الحكومه على الاقل قبل اسبوعين نعم. هل يتواجد المضربون في اماكن عملهم بينزلوا على الشارع يوزعوا مناشير يوضحوا فيها مطالبهم هل توقفنا في اي لحظه من اللحظات عن الحوار طبعا ابوابنا مفتوحه للحوار انا في وزارتي اتحدث مع النقابه ويقنعون من يمثل النقابه نعم. فهم هناك من يمثل النقابه واعتقد انه نعم. يجب على جميل. قياده النقابه ما تتحدث به سيد الوزير هو شيء جميل وفق القانون والجميع مع ذلك وبس بدي انت الا اتصال من عواد له على الخط طويلا يعني عواد على السريع قبل ما انت ايضا لبسام زكارني تفضل امسيكم بالخير الجميع الله يسعد مساك الحقيقه ثلاث نقاط فقط لا غير اول شيء بدين تصريحات وزير الحرب ضد السيد الرئيس والحكومي نعم اثنين الظلم على الجميع عدل يجب تطبيق الزيادات على الجميع ولا بعد الحكومه لا تفهم الا لغه الاضراب من باقي الموظفين لانه ما بيعملوا اضرابات ثلاث رواتب الامن ولي انا وليس امن انا مش جندي امن ولا ضابط امن لكن الامن يجب إيه لانهم ما بيضربوا ما بيحتجوا بيسهروا الليالي وباب على باب الترقيات بالتصفيق. متوقف صحيح صحيح رواتب التشريعي تذهب هدر رواتب التشريعي تذهب هدر بدون عمل يجب صرفها ويجب ان يتقاضوا رواتب حسن السلم الوظيفي اللي هو استاذ ونجح التشريعي يجب ان ياخذ مثل الاستاذ اللي معاه ماجستير ياخذ زي ما باخذ درجه الماجستير العلاوات والزيادات الشفرية والامتيازات للتشريع لأنهم لا يعملوا شيء وباتت رواتبهم عبء على شعبنا الفلسطيني شكرا. رواتبهم فقط على سلمهم الوظيفي ودعم شكرا سيد عواد وبعتذر لكل المشاهدين اللي عم بيحاولوا معنا الاتصال ما بعرف المخرج قد معنا وقت حتى نختم البرنامج معنا خمس دقائق يا ريت باقل من دقيقه ونصف سيد بسام ذكرني وفق القانون او ما طرحه السيد الوزير هل تعمل ذلك نقابه الوظيفه العموميه بالتاكيد اخي قدر نحن نحترم القانون النص القانون الاساسي للماده 25 وحريه الاضراب 28 8 2006 اقر المجلس التشريعي الحق بالاضراب بالطريقه اللي احنا نمارسها واعتمدتها كل الحكومات بالاضافه نحن بدون ما يكون في عنا اشكالات ندعو الحكومه لفتح الابواب للحوار بحضور اخواتنا في المجلس التشريعي اللي ببذلوا جهود وجلسوا معنا يوم يوم امس لمناقشه مطالبنا نعم. وهذه منصوص عليها بالقانون اذا لم يفتح الحوار خلال الفتره القادمه الخطوات ستكون خلال الاسبوع القادم بك... بقرارات صدرت العلاوة مثل علاوة المخاطرة للمهندسين وغيرهم صادري بقرار من مجلس الوزراء بالعام 2004 ده لا ده أنا سؤالي أفضل. إذا, إذا ما صار في حوار خلال الأيام القادمة رح يصير هناك اجتماع للنقابة وتأخذ خطوات تصعيدية اعتقد اخي خضر احنا كان اليوم في تواصل مع جهات يعني مثل اعضاء المجلس التشريعي راح يتدخلوا الان هناك تهديد بالاعتقال الي ووصلني طلب من الشرطه ضاف الى تهديد الموظفين في بيوتهم وتهديدهم بترقياتهم من من من, من 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 ذلك؟ هذا من المدراء العامين والوكلاء ولدي الأسماء والتهديد اللي تم تسليمه من الشرطة القضائيه لطلب باعتقال اعتقال المعلمين واعتقال النقابيين والخصم يتحدث الاستاذ قضيه اخرى وعشان هاي قضيه عن, عن, عن اخرى سمع الحريات هذا هو الحريات نعم. حتى هذه الاتفاقيات الدوليه والاتفاقيات العربيه دكتور اللي وقعت عليها منظمه التحرير شطبتوها كحكومه شطبتوا الشيء المميز بالشعب شكراً الفلسطيني شكرا سيد لا بس لا بس لا. بسام لا. زكارني رئيس نقابه اتمنى ان تفتح الحوار لانه الشارع الفلسطيني كله سينتفض في وجهكم لانه هذا الكلام حقيقه شكرا جزيلا, جزيلاً سيد بسام زكان لضيق الوقت بعد زر منك شكرا جزيلا ما رايك بالنقطه الاخيره سيد آه رايي, رأيي تهديد أن ما من قاله. الوكلاء من المدراء العامين اعتقال يعني ما بعرف اذا مش صحيح مش صحيح هذا الكلام هذا هراء آه لانه الاستعاءات هي بنايه على شكايات آه نتيجه القدح والذم اللي قاموا به قضيه آه بين يدي نعم العداله ونثق بالعداله نعم الفلسطينيه تطبيق القانون ليس انتقائيا هناك مرسوم بانه رئاسي ب 2008 بانه يطبق على آه الاضرابات قانون العمل الفلسطيني نعم في قانون العمل الفلسطيني اول الاجراءات هي استفتاء للهيئه العامه لنقابه الموظفين ارجو ان تحترم النقابه هذا وان تاتي مسلحه باستفتاء يوافق فيه اكثر من نصف الموظفين نعم. على, كما على الإضراب الإضراب طيب. نعم. وان يخبروا بالاضراب طب قضيه الاتصال و... من عواد وقضيه الاعضاء مجلس او موظفين مجلس تشريعي وكل شيء متوقف في المجلس التشريعي بسبب ما حصل في الضفه وغزه انا اعتقد انه هذا هذا يوجه للاخوات والاخوه في اعضاء المجلس التشريعي نعمل نعرف بان معظمهم يعملوا بجديه للتوسط ولحل هذه الاشكالات اعتقد ان الامر متعلق بهم وانا اعتقد انهم بيبذلوا جهود لا مشكوره صرف لهم الاموال وكل شيء ماشي في طبيعه هم يعني مش عم بيسووا شيء هيك او ذكر هو يعني, يعني انا متعطل بسبب الانقسام يعني انا اعتقد انه هذا مش ذنبهم من جهه ومن جهه اخرى انا اعتقد بانهم يقوموا بجهود حديثه في كافه المجالات ده. حتى ولو تعطل عملهم التشريعي كتشريع سؤالي الاخير حتى يسمح لي المخرج من خلالك وايضا قضيه غزه والموظفين وقطع بعض الاستحقاقات لبعض الموظفين في قطاع غزه وهي اشكاليه كبيره ايضا عم تعاني منها الحكومه لا اعلم بتفاصيلها كل ما اعلمه هو انه لن نتخلى عن اي فلسطيني في غزه سواء كان موظفا او غير موظف نعم تصويب الاوضاع الموظفين يجب أن يكون على الجميع بالمساواة سواء في غزة لم أو. لم تحل يعني حسب علمك. لم لا أعلم بالتفاصيل أعتقد أن هناك أنها في الدراسة. تغطيات العسكريين أيضا ستبقى متوقفة منذ فترة طويلة. لا أعلم شيئا على الإطلاق على مدني شكرا جزيلا <applause> لك سيد الوزير وزير الثقافة دكتور أنوار أبو عيش شكرا, شكراً جزيلا. لك. على طبعا حضورك لاستوديو لا قناه الفلسطينيه وتغطيه خاصه شكرا جزيلا وايضا شكرا موصول لسيد بسام زكاني رئيس نقابه الوظيفه العموميه ولكل المشاهدين اعتذر عن طبعا عدم اخذي لكل الهواتف لضيق الوقت شكرا جزيلا تغطيه خاصه في الاسبوع القادم انا وفرق العمل نحييكم الى اللقاء